حصة أوقات الصلاة خاصة بمدينة الدار البيضاء من يوم الاثنين 19 دو جنبير 2022 الموافق ل24 جمادى الأولى 1444 هجرية إلى غاية يوم الأحد 25 دو جنبير 2022 موافق 30 جمادى الأولى أو الفاتح من جمادى الثانية على حسب رؤية الهلال سنة 1444 هجرية. هذه حصة أوقات الصلاة لهذا الأسبوع بالنسبة لمدينة الدار البيضاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الأعزاء الكرام، كنحييكم وكنقدم لكم الحصة ديال أوقات الصلاة بالنسبة لهذا الأسبوع ابتداء من نهار 2 19 دو جنبير موافق 24 جمادى الأولى 1444 هجرية إلى غاية يوم الأحد 25 دو جنبير، والذي سيوافق بمشيئة الله يا إما 30 جمادى الأولى في حالة إذا أتم جمادى الأولى 30 يوم، وفي حالة إذا كان ما تمش 30 يوم يعني غير 29 يوم فغادي يكون الأحد هو الفاتح ديال الجمادى الثانية في هذا الأسبوع إن شاء الله. فبسم الله نبداو نهار 2 24 جمادى الأولى الموافق 19 دو جنبير 2022، فغادي يكون الفجر إن شاء الله صلاة الفجر على الساعة أو أذان الفجر على الساعة 6:55 دقيقة، شروق الشمس غادي يكون مع 8:26 دقيقة، وبالنسبة لأذان صلاة الظهر على 1:33 دقيقة، والعصر على 4:08 دقيقة، وصلاة المغرب على 6:30 دقيقة، وبالنسبة لأذان صلاة العشاء فغادي يكون مع 7:50 دقيقة. هذا بالنسبة ليوم 2. بالنسبة لنهار 3 20 دو جنبير 2022 موافق 25 جمادى الأولى 1444 هجرية، فبمشيئة الله غادي يكون أذان الفجر على الساعة 6:56 دقيقة. بالنسبة للشروق، شروق الشمس مع 8:27 دقيقة، أذان صلاة الظهر مع 1:33 دقيقة، وأذان صلاة العصر مع 4:08 دقيقة، وأذان صلاة المغرب مع 6:31 دقيقة، وأذان صلاة العشاء مع 7:50 دقيقة. هذا بالنسبة ليوم الثلاثاء. بالنسبة لنهار الأربعاء، الأربعاء 21 دو جنبير 2022 موافق 26 جمادى الأولى 1444 هجرية، فغادي يكون إن شاء الله بالنسبة لصلاة الفجر أذان صلاة الفجر مع 6:56 دقيقة صلاة الصبح، وبالنسبة للشروق الشمس مع 8:27 دقيقة، بالنسبة لصلاة أو أذان صلاة الظهر 1:34 دقيقة، العصر 4:09 دقائق، المغرب 6:31 دقيقة، والعشاء 7:51 دقيقة. نهار الخميس، بالنسبة لنهار الخميس 22 دو جنبير 2022 الموافق 27 جمادى الأولى 1444 هجرية، فأذان الفجر مع 6:57 دقيقة، 6:57 دقيقة، شروق الشمس غادي يكون مع 8:28 دقيقة، بالنسبة لأذان صلاة الظهر مع 1:34 دقيقة، أذان صلاة العصر مع 4:09 دقائق، أذان صلاة المغرب مع 6:32 دقيقة، وأذان صلاة العشاء مع 7:51 دقيقة. بالنسبة ليوم الجمعة، نهار الجمعة إن شاء الله 23 دو جنبير 2022 موافق 28 جمادى الأولى 1444 هجرية، فغادي يكون فيه إن شاء الله بالنسبة لأذان الفجر مع 6:57 دقيقة، بالنسبة لشروق الشمس مع 8:28 دقيقة، بالنسبة لأذان ديال صلاة الجمعة مع 1:35 دقيقة كما كتلاحظوا. بالنسبة لصلاة الجمعة نهار الجمعة 1:35 دقيقة، بالنسبة لصلاة العصر نهار الجمعة كذلك غادي تكون مع 4:10 دقائق، بالنسبة لأذان صلاة المغرب مع 6:32 دقيقة، وبالنسبة لأذان صلاة العشاء مع 7:52 دقيقة. نهار السبت 24 دو جنبير
2022 الموافق 29 جمادى الأولى 1444 هجرية. فأذان صلاة الصبح مع 56 دقيقة، شروق الشمس مع 28 دقيقة، الظهر أو أذان صلاة الظهر مع 31 دقيقة، صلاة العصر مع 24 دقائق، أذان صلاة المغرب مع 36 دقيقة، وأذان صلاة العشاء مع 52 دقيقة. أما بالنسبة ليوم الأحد 25 ذو جلبي 2022، واللي غادي يوافق كما قلنا يا إما 30 جمادى الأولى في حالة لا تم جمادى الأولى 30 يوم، أو غادي يكون الفاتح من جمادى الثانية 1444 هجرية. فإن شاء الله نهار الأحد غيكون أذان الفجر مع 56 دقيقة، بالنسبة لشروق الشمس مع 28 دقيقة، بالنسبة لأذان الظهر مع 31 دقيقة، بالنسبة لأذان صلاة العصر مع 11 دقيقة، بالنسبة لأذان صلاة المغرب مع 36 دقيقة، وبالنسبة لصلاة العشاء مع 57 دقيقة. هكذا كنكون قدمت لكم حصة ديال أوقات الصلاة لهذا الأسبوع، يعني الأسبوع الأخير من 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 الجمادى الأولى، اللي كيمتد من 2/19 دو جانبير الموافق 24 جمادى الأولى حتى 25 حتى الأحد نهار الأحد 25 دو جانبير 2022 الموافق 30 جمادى الأولى، أو الفاتح جمادى الثانية 1444 هجرية. كنشكركم وإلى اللقاء في حصة أخرى من حصص أوقات الصلاة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.